قال لي خلاص مو مشكله شيلوها من شيلوها بس اهم شيء حطوها برا يعني انا عشان اجي اشيك عليها. السلام ورحمة الله. هذا هو اللي انا اقول يعني من امس ما شيك وهي منثوره كذا. ايش فيك فيك الاخوان زعلان شابي بس مو زعلان انا اللي زعلان. ما في شيء. انا بس باقي لك شيء ولا لا؟ انا حافظ حقوقي الا شوي. تمام. الحين عين عالي وانا احطها. خلاص يا وليد. انا اخصم. كيفك؟ بحطها قدام دولابي. تتوقع؟ قدام. وين احطها فيه؟ يا عين امي. دولابي مليان. رفرفي يا رب. ها؟ دولابي كله. رتب رتب دولابك يصير في مكان. لا خلي يجي. صك طيب. وري دولابك. تسوي ها ايه 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 شغل لنا دعاء هنا يا مرحبا يا مرحبا الله العظيم يعني ايش قصة يا اخي كلها ملابس صالح شوفوا فايدة انك تصير مرتب الله هذا تبيعي بس يلا شل 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 جزماتك يلا ترى الوضع واضح انه واضح صح ايه ها ماني انشر الاشاعة هذه وانا يا حبيب ما اقول شيء الا بدليل هذا اللي يفتح يلا يا شباب ترى الانتاج بيجون الانتاج بيجون يا شباب عشان يشيلون الاغراض ها كيف؟ لا ما فيها تصوير لايف بس انها تصوير تسجيل ايوه والله ايوه لا لا هذا دولابي خذ شروط خذيت انا لا لا تنقبني حاطنا هنا ايش في حاجات غريبه هنا مجوبه مجوبه طيب عموما انا حسبت حسابي جبت كفو والله انك كفو تبغى كفن انا ابغى كفن ايوه من عيوني تفضل انا ابغى كفن خدمتكم يا حبيبي انا ابغى كفن تفضلوا تفضلوا التسليم عند الدولاب يا شباب يلا شكرا ركبوا انفسكم يلا 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 يا ابنك حاط والله هنا هوي من قلبي ما يحبك من المضيم لا تجي شباب اللي في الكنترول بالله بس نبغى وليد عند المايك فيه مشكله يلا بقفل دولاب يلا انا اتمنى يا وليد انك بس انك عشان يكون فيه هذا تتوجه على الاقل هناك لا لا توجه للكنترول بيعالجون لك الموضوع ذا مو على البطاريه عشان يعالجون لك المشكله اللي في المايك توجه هناك عشان صعب انهم يجون هنا فروح هناك يزبطون احمد سعود وينه ليش حطه على السرير كذا احمد سعود شباب لا احد يحط الملابس على السرير لان ترى بيجي هذا بيجون بالليل بياخذون اي شيء على على الاسره وعلى الممرات يعني كل شيء في الدولي ترى مطلبوك الكنترول يلا منصور ينقص اي شيء من اغراضك كلمني محفظه بطاقة سراب فيزا اي شيء يكلم البنك يجي لحد عندك يعطيك البطاقه البديله يا اخي قفل ذا حق اللعبه دولاب يا انا دولابي معروف يا كابتن اي والله ما قفل ترى مفتاح ايش
عزوز عزوز سجل عزوز 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 تسلى عزوز ها؟ انا لا ليش ما بس هذا اللي فيه لي يلا خلينا نوزع للشباب تبون حلاوه اعطوني واحده ولد واحده شوكولات واحده كل واحد واحده هلا والله ها ها بعطيك لا 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 ولا عدا سو كذا جبنا مخفوق جبنا مخفوق هي هي جبنا مخفوق احمد سعود كيف حالك طيب حبيبي شفت النظام ذا شفت النظام هذا؟ لا انا اقول لك الوضع انا غسلت ملابسي الحين البيض كامل الغساله خلصت اي الحين موسم الملونه لا لا انا اقصد لك هذه شفت اللي على السرير هذه لو جاء حق الانتاج سامح واللي معه الطاقم اللي معه بياخذونها ترى ليش؟ لان اي شيء على السرير من ملابس بتصادر بتودى في كرتون برا عشان زي كذا وروح ودى دولابك دخلها بالدولاب هاي امه تعال شوف هاي امه شو تسوي تعش ايوه ايش؟ كيف؟ انا اتكلم عن ملابس وعن جزء بس لان انت تعرف لو انفتح المجال زي كذا منصور الكل بيجي ها 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 ايش تبي انت؟ عزيز ايش تبي؟ الحلاوه حقك ضايع صح؟ ترى كله مع عبد الرحمن جبال اصبر اصبر نكته واحده اعطني اسوق عليه اعطني اعطني حقتي باكله بقرب اعطيك اياها تقهر مين يا بابا؟ تعال ها تعال بقرة 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 بلا بقرة هي هي سعد سعد ما يحتاج ما يحتاج بس اقتل عليه ويموت اقتله اقتله سماعات خليه يموت قفل عليه ايش فيك ايش فيك بس كنا قاعدين نسوي ترينر هذا من اخذ الحلاوه لا 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 اخذ الحلاوه من تبيعون دقيقه بس بقهره تبيعون بيعطيني اياه من غير ما ياكله قلت شفت جمسين يطقون مع بعض سيد الموقع قلت شفت جمسين يطقون مع بعض حلاوه انا لا قصدي تريلر معليش خلاص ابدا ابدا هنا ولد ولد احترام الممتلكات خصوصيه بس نطلع العنف في الثوب هذا طلع العنف بكيفك شفنا عالك فوق بس بس بلغ فيه ايش ليش تسوي كذا عشان ما يصير صوره سيئه والله فتقطيع وكذا وهذه الاشياء بين ليش تسوي كذا يستخدمونه بعض الناس في غسيل السيارات ايوه قلنا بناخذها نستفيد منها تمسيح كذا عند الشهراء ثاني هو يستهلك مره اي مره يا منظم الصبغ ما يروح اه بويا في منظم جاهز جاهز يلا بسم الله صدق اول مره من زمان ما دخلت غرفتنا وهي نظيفه صح ابي طاقه ايجابيه ابي نشاط لا 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 لحظه لحظه ابي حيويه يلا خلي 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 العب يلا رفرفي رايه الله يقلع شوف ها ليش ليش خربان زايده فلوسك واجد في صبغ في صبغ فلوسك واجد انا بنستخدمها في الغسيل يكره الصوت تعال فواز 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 تعال تعال فواز فواز تعال تعال فواز باقي فيها حتى شيء هنا هذا حق من ذلن تعال هنا فواز فواز في شيء للتو انتم مستعدين فواز تعال هنا فاجأ الواحد فيكم انا ليش محمود طالع لي تعال فواز فواز اقعد هنا اقعد هنا انتم مستعدين توأم توأم اقعد اقعد هنا اقعد على الثوب شباب بعلنها كيف مفاجأة كيف مفاجأة شد 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 الملابس اللي برميها لها يومين يلا يلا فيها يا فيها منصب في الأسبوع تعال تعال لا انت خفيف فيها آيفون اللي يطلع الآيفون في الملابس ياخذ ملكه احلف 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 والله العظيم في آيفون قصاب ذا عين بعينك حط عين بعينك ناظرني والله وين فقر عينها تقول لا خلي والله اريح هذه من هذا من هذا من معليش يا محمود 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 عبد الله سعد سعد الكلثم عادي ياخذ هذا لك صح طيب ليش ما تشيله بشيله الحين بس اصبر شوي
ترى شوف اذا جيت بعد شوي ما حصلت لا تلومنا ها اذا جيت بعد ساعه ساعتين وحصلته مو فيه لا تلومنا لا بلقاه موجود هذا ثوب مين تلعبوا فيه عند السرير عادي لا لا متعود كذي عادي والله لا لا اجي احطه بالسحاب بالسحاب اللي تحت يلا عبد الله مو فهمت حطه بالسحاب وانا ابغى افتح مجال لكل اني بطي جزمه هنا ترى يمين ايوه ارفع هذا الحب مره عارفين الثوب نظيف كان قصدي كان كان نظيف كان مره شباب ترى في اكل في اشياء اكل مويه ما ادري ايش ترى بيتم مو بتاركين الا الدروع الهدايا الكتب مدير اللي عندك ذا ماسك هو من هو المستشار قصدك اي استخدم المصطلح الصحيح رجاء المدير حق هذا حق الملابس المصطلح الصحيح رجاء احنا يعني فرقت يا سرور الله ما في مشكله قوتي الله يستر يعين الله يعين عليك والله ما عليك اعطيت اللوبن طيب عزيز ما عندك كيف خلاص جاء قرار من احد من سبي الاداره وتحداك لقيت لي ها ربع لبس ايش في يومين بتشال ايش في لا تتشال مره تطلع الان هذا اليوم هنا الحين بنطلعها هناك في اكياس لك شيء خذها لا بالله خلص سريع اترى اترى باقي لك شيء هنا اترى ايش كان عندي ملابس جديده طيب الملابس خذها من هناك لا جديده خذها من هناك عشان وشو صاخه لا والله كلها ملابس لا لا يلا جيبان هذه لك يومين هذه مخصصه ملابس كم حطها حطها بدولابك حطها بأي مكان تشوف مناسب يا رجل لقينا أشياء غير الناضج هنا هذه وش ها انت اول شيء اعلن الملابسك توجه للدولاب بعدين يا سرور سرور باقي ساعه باقي ساعه وكل اللي موجوده في الساحه هنا خلاص. تحت شعار حياتك اللي مخرب حياتك اللوجو اللوجو حق حياتك راح يكون خارج المنتجع انا اقترح اقتراح نحطهم بالساحه ونحرق بهم لا حرام والله عشان يتادبون لا حرام. لا لا لا, لا لا شوف شوف حقيقه للحق انه بتتشال الان تحط في اكياس وتطلع برا جهه السرداب هناك بتكون موجودة إلى بكرة يومين أبشرك راح تكون موجودة بعد الحفل الختامي لا 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 أنا إلين بكرة بكرة ما أحد أخذ أغراضه بالله مستانس بعد تنظيمك هذا يعني طول الشهرين اللي راحت عند الناس إن أنا ما شاء الله والحين فضحت من عند خلق الله بالعكس ما في طب بالعكس أنا شو ما في فضيحة في الموضوع نهائيا هو سموه منظم ليش أنا أشوف إنه بس مفضح تدري وش لا في احد طلع ملابسنا قدام الناس اقول لك شيء اقول لك شيء انت مالك ملابس يا وليد لا تتكلم لحظه 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 عشان همكم لا انا مالي ملابس الحمد لله تدري وش اللي حاصل عبد العزيز اللي حصل بس انه كانت كل واحد قوه لحاله ايوه تمام اللي حصل ان اتحدنا جميع بس وطلعنا ان نبنا ما مقتنع بالتعاون بالمحبه تويد بالله اصبر خلنا نفضح محمود محمود اطلع اللي بدرتك وشو لا لا اصبر اصبر والله تعال تعال شوف اللي بدرتك محمود بالله عشان عشان تعرف مستشارك هو الواحد لازم يتنظم في شيء كم تدفع وافتح الدرج الاول اللي تبغى النظام يمشي على ما تدفع الدرج ما تندفع علي شباب عشان بس عشان تعرفون النظام انتم شكلكم ما عرفتوا النظام شباب بما يخص داخل من بعيد من كيفكم واهم شيء ما يكون ملابس جزم برا سرور سرور التدشين بيكون عقب 5 اصبر خلاص من بعيد تمام والله ما نطلع والله ما نطلع سرور سرور من بعيد من بعيد تعال شوف 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 من بعيد والله ما الومك في التكميم اقسم بالله والله ما الومك على التكفيك استغفر الله الله يا والله اوه ايوه هذه انت الفايقهم الاثنين اللي كانوا في الناضج حبتن كانوا ثلاث جايب كرتون جايب كرتون هو حطيت ثلاث كانوا لي اخر شيء اشعر يوم هذه الا ما تحب وليه انا ما شفته هنا انا شايف الصوت لو اعلمك مكان ثاني بعد حطهم باغراض لا والله والله حبيبي راح تنساها هذه الهمبه
تدرون محمود ضمن برنامج شباب يسوي شباب التسجيل ان شاء الله بيكون بعد 5 دقائق من الحين 9:05 يا ملقوف مناشد في الهاوس. طيب بس هذه ايش فايدتها؟ ايش فايدتها؟ هذه حط عيونك فيها يقول اني ما في الا حبه. يا سعد سعد نزل السماعات يا سعد. انا رافعها نزل. يا ولد من الدفاعيه ما ادري ونفس ما ادري. يلا 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 اوكي 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 يلا طلعوا كل العيال هنا فضل الله. واحد اشباب الغلاف بعد 5 داخل يطلع شباب ارجوكم. تعال 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 في مفاجأة. تعال تعال الواحد فيكم استنى. والله العظيم والله العظيم اقسم بالله ان في مفاجأة الواحد فيكم اللي هنا موجودين. ديوان مني اي وانت منهم. انا منهم. يا كل الإحساس.